إلى ركلة ركنية، وغرافة بالهدف الثاني يتقدم على قطر، وكرة الله، يأتي التعديل للعربي العراقي قلب الدفاع المتقدم سعد ناطق يسجل التعديل للعربوية من ركنية لعبت، الدربكة كانت حاضرة، وهوبا سعد ناطق في خط الستة ياردة خالي من الرقابة، دون رقابة قوية يسكنها في شباك الفور، هدف التعادل للعربي، هدف التعادل للعربي، 1-1 والعراقي سعد ناطق هذه المرة لما عجز الهجوم عن التسجيل. تعود هنا ممكن الخطأ، موفق عوض إلى آلين توري، الله 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 الأهداف، عبد الله علي يخطئ ولا يخطئ، موفق عوض، يا سلام قطع الكرة الماضية مرة، الله 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 الله, الله يا أريل تيري، تصرف مثالي جدا بمهارة في الكرة الماضية، يفتح الزاوية لنفسه، يسدد على يمين مسعود جرائي الفرسين، عوض موفق إلى حمد منصور، حمد من لمسة في الطرف الأيمن، الكرة حاضرة لمصلحة الخوف، الله الله للمرة الثانية يظهر أريل تيري هذه المرة في وقت قاتل بعد سلسلة من الكرات المتناقلة المتبادلة ما بين لاعبي الخوف، ينجح الخوف أن يترجم هذه الكرة ممتازة للأمانة ما بين لاعبي الخور، انتهت بهدف ثاني يأتي الآن للفرسان، أريل تيري الله 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 على الطاير بقدمه اليسرى على يسار زراعي، يسجل الثاني للخور الجميل.